هنأت الفنانة الإماراتية أحلام زميلتها الفنانة نوال الكويتية لمناسبة قرب صدور ألبومها الجديد الحنين، والمقرر طرحه في 17 من نوفمبر الجاري، ويسبق بأحيان حفل الأغنية في باقة من أغاني الألبوم قبيل طرحه بيوم واحد، وذلك بمركز الشيخ جبير الأحمد الثقافي في الكويت. وكانت نوال قد شوقت جمهورها لألبومها الجديد بمقطع صغير نشرته عبر تويتر لترد عليه أحلام قائلة: بالتوفيق أختي الغالية، تستاهل النجاح يا أم حنين، ومبروك علينا. نوال من جانبها ردت سريعا على تهنئة أحلام، حيث كتبت بلهجتها الكويتية على تويتر: الله يبارك أب عمرش أختي، وإن شاء الله التوفيق لنا جميعا، وإحنا بانتظار الألبوم الجديد.